دلوقتي وخلال الدقائق القليلة القادمة هتنضم لنا الزميلة العزيزة مريم سميح اللي موجودة حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، عشان مشكورة هتعرفنا على كل المستجدات وكل التفاصيل الخاصة بالنادي الأهلي وفرقه المختلفة وفروعه المختلفة. مريم صباح الفل عليك، اتفضلي. لكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، يوم جديد وجولة جديدة من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. طبعا هيكون معانا في هذه الجولة كل الأخبار المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم وأيضا الفرق الرياضية الأخرى. خلينا طبعا نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم، طبعا اللي أكيد عقب فوزه أو تأهله لنصف نهائي كأس مصر على حساب المقاولين العرب أول أمس الأحد، طبعا استأنفوا امبارح الفريق تدريباتهم صباح الاثنين، والنهاردة قرر الجهاز الفني برئاسة مستر مارسيل كولر انه هو يعني يعطي اللاعبين او يمنح اللاعبين اجازة لمدة 24 ساعة، راحة سلبية لمدة 24 ساعة على ان يستأنف المران ان شاء الله غدا في صباح الاربعاء. طبعا الحقيقة يعني يمكن عايزين نتكلم شوية عن تفاصيل المران امس الاثنين. الحقيقة ان كان في محاضرة فيديو قرر يعني مارسيل كولر انه هو قبل بدء المران الجماعي بشكل رسمي انه هو يعني يعطي اللاعبين محاضرة فيديو، ده طبعا لشرح بعض الأمور الفنية، وأكيد طبعا كان في طبعا بعض التدريبات، ولكن يعني كل الذين شاركوا أو اللاعيبة اللي شاركوا في مباراة المقاولين في كاس مصر الحقيقة أن هم خضعوا لتدريبات بدنية واستشفائية في الجيم، ده طبعا علشان يقلل عليهم الإجهاد اللي حصل، خاصة يعني زي ما احنا شفنا أن النادي الأهلي بعد انتهاء الوقت الأصلي الحقيقة أن هو لجأ لشوطين إضافيين ثم ركب الترجيح اللي فوزنا فيها بنتيجة 4-3، وعلشان كده كان حابب ان هو يقلل عليهم الاجهاد اللي حصل خلال هذه المباراة. ايضا يعني يمكن ميشيل يانكن قرر ان هو يعني يعطي لكل حراس المرمى في الفريق برضو تدريبات بدنية مكثفة، يعني سواء محمد شناوي، مصطفى شوبير، علي لطفي، وحمزة علاء، الحقيقة ان كلهم خضعوا لتدريبات مكثفة امس في المران. كمان يعني بالنسبة لعمار حمدي الحقيقة أنه هو شارك في مران أمس في التقسيمة اللي حصلت في نهاية المران أو في نهاية فقرات المران، طبعا يعني على هامش المران الجماعي، والحقيقة أن الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يعني أكد خلال تصريحات لي أنه مشاركة عمار حمدي في هذه التقسيمة الحقيقة أن هي بداية أو يعني خطوة جديدة في بداية مشوار عمار حمدي أنه هو يكون موجود بشكل أساسي ورسمي خلال الفترة المقبلة في المران الجماعي بشكل أساسي مع بقية اللاعبين. طبعا يعني بكرة إن شاء الله هيستأنف اللعيبة مرانهم بشكل رسمي، ده طبعا استعدادا لملاقاة طلائع الجيش يوم الجمعة المقبل على استاد الأهلي والسلام، ده طبعا ضمن منافسات بطولة دوري رابطة الأندية المحترفة المصرية. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق في هذه البطولة يوم الجمعة إن شاء الله أو في مباراة طلائع الجيش يوم الجمعة المقبل. ننتقل بقى يعني لقطاع الناشئين، يعني يمكن أهلي 2006 تعادل سلبيا أمس مع باتروجيت، ده طبعا ضمن الجولة الرابعة لبطولة الجمهورية. الحقيقة أن التعادل السلبي ده يمكن أهل النادي الأهلي أو رفع رصيده لثمان نقاط، ده طبعا يعني بعد الفوز في مبارتين، يعني أهلي 2006 فازوا في مبارتين وتعادلوا في مبارتين، وبهذا التعادل أمس مع باتروجيت بكده يكونوا رفعوا رصيدهم لثمان نقاط. ننتقل بقى لكل الأخبار المتعلقة بالفرق الرياضية المختلفة الأخرى، البداية طبعا مع سيدات طائرة الأهلي اللي قدروا أن هم يحققوا الفوز على نادي هليوبلس أمس في المباراة طبعا اللي جمعت الفريقين في على صالة الشهداء في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، ده طبعا ضمن منافسات بطولة الدوري. الحقيقة أن سيدات طائرة الأهلي قدروا أن هم يحققوا الفوز أو يسيطروا على المباراة كاملة في الثلاث أشواط، وفازوا بنتيجة ثلاث أشواط نظيفة مقابل لا شيء لنادي هليوبلس. يمكن أو أكيد يعني ثلاث أشواط كان الفوز حليف النادي الأهلي، الشوط الأول انتهى بنتيجة 25-12، والشوط الثاني 25-8، والشوط الثالث 25-17. وطبعا ضمن يعني هذه البطولة أو منافسات أيضا الدوري، ناشئات طائرة الأهلي تحت 14 سنة حققوا أيضا الفوز على نادي هليوبلس بنتيجة 3-0، وقدروا أن هم يحققوا طبعا العلامة الكاملة في الثلاث أشواط
طبعا مقابل شوط نظيف لنادي هليوبلس. ننتقل بقى لرجال نادي الاهلي اللي قدروا ايضا ان هم يحققوا الفوز على نادي هوليلودو بنتيجه 38-21. ده طبعا مساء امس او اللقاء اللي جمعهم امس في منافسات بطوله دوري المحترفين. النهايه بقى مع رجال سله الاهلي. الحقيقه ان رجال سله الاهلي يعني يمكن المدير الفني الاسباني جوستي بوش هيعود صباح غد الاربعاء الى مصر مره اخرى بعد طبعا حصوله على اجازه الاطمئنان على اسرته في اسبانيا. الحقيقه ان هو كان يعني قرر ان هو يمنح الفريق اجازه لمده 6 ايام، ده طبعا عقب الفوز بدوري المرتبط للمحترفين طبعا، واحتفال الفريق اكيد احتفال كبير زي ما احنا شفنا. الحقيقه انه عقب هذا الفوز على حساب طبعا الاتحاد السكندري زي ما احنا كلنا تابعنا، سواء يعني اكيد الفريق الاول لرجال كره السله وايضا فرق المرتبط، الحقيقه ان هو قرر ان هو يمنح اللاعبين اجازه 6 ايام متواصله، ودي الاجازه اللي هو قرر ان هو يسافر فيها، وان شاء الله بكره هيعود مره اخرى الى يعني مصر ويستأنف تدريبات بدءا بقى من يوم الخميس المقبل او بعد غد الخميس طبعا ان شاء الله. ده طبعا لاستعدادا لكل المباريات المقبله او كل التحديات المقبله خلال المرحله طبعا الجايه، لان في طبعا تحديات كبيره جدا بتنتظر طبعا رجال سله الاهلي، سواء كاس مصر وكمان دوري السوبر وبطوله افريقيا، وده طبعا اكيد اللي هيكون يعني يسبقه تدريبات مكثفه لفريق رجال سله الاهلي. طبعا دي كانت كل الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي من مقر النادي الاهلي بالجزيره، سواء طبعا الاخبار المتعلقه بالفريق الاول لكره القدم وايضا الفرق الرياضيه الاخرى. بشكركم جدا، عوده ليكم مره اخرى. احنا اللي بنشكرك على التغطيه دي، جزيل الشكر زميلتنا العزيزه مريم سميح.